النهارده كمان ذكرى ميلاد كاتبه وروائيه يمكن احدثت حاله من الصخب حول قضايا المراه تحديدا، وهي الدكتوره نوال السعدوي اللي اشتهرت دايما بالدفاع عن قضايا وحقوق المراه، ودخلت في كتير من المعارك الفكريه لنشر الوعي بالكثير من القضايا الاجتماعيه الهامه. اليوم هو ذكرى ميلاد الكاتبة والروائية الدكتورة نوال السعدوي التي اشتهرت بالدفاع عن قضايا وحقوق المرأة. ولدت نوال السعدوي في 27 من أكتوبر عام 1931 في قرية كفر طلحة في محافظة القليوبية، وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر عام 1955. بدأت السعداوي العمل في مهنة الطب وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وعملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني، وانتبهت خلال عملها إلى المشاكل النفسية للمرأة الناتجة عن الممارسة القمعية للمجتمع والقمع الأسري. قدمت السعداوي أول أعمالها بعنوان تعلمت الحب في 1957، وأول رواياتها مذكرات طبيبة عام 1958. صدر لها 40 كتاباً، وأعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة. كذلك قدمت عدة مؤلفات، منها الأنثى هي الأصل، المرأة والصراع النفسي، الوجه العاري للمرأة العربية، رحلاتي في العالم، المرأة والدين والأخلاق، كسر الحدود، وتعلمت الحب. حصلت نوال السعداوي على جائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبي عام 2004، وفازت بجائزة إنانا الدولية من بلجيكا، كما فازت بجائزة ستينغ دوغرمان من السويد عام 2011. رحلت الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاماً.